وهلا راح اضيف ملح. هلا اترككم لحد ما يستوى. انا راح اضيف، انا بدي اضيف انا رز، بحب اعير في المق، راح احط هون 3 كاسات راح اغسلهم منيح. لازم ينغسل كذا مرة علشان يطلع معاه طيب ومفلفل، لازم يطلع من الفلفل النشا الزيادة اللي موجود فيه. طيب هلا راح اتركه منقوع لحد ما يجي وقت اني اسلقه. هون راح اضيف الفاصوليا الخضراء، صفرة عفوا، هاي فاصوليا صفرة. هنا لازم اني اقلبها منيح في الزيت لحد ما تتنشف. طبعا هاي فاصوليا صفراء مجمدة، يعني انا جبتها مجمدة وجاهزة وغسلتها كتير منيح بالمي بالاول، بعدين هلا بصفى صفيتها من المي وحطيتها في الطنجرة، حطيت عليها مع زيت وضفت لها ملح، وراح هسه اضلني اقلب فيها لحد ما تتنشف المي منيح وتاخذ تشويحة صغيرة يعني مش كتير، بعدين بنرجع بنحكيكم شو بصير. طيب هلا بدي اطلع الدجاج، خلص بكفيه هيك، راح اطلعه وانا بدي ان شاء الله اقليه قليل. ما انتم شايفين هيك، لاحظوا كيف معي كيف المي تنشفت،
ما ضل عندنا ولا شوية مي، رح اتركها كمان شوي وبعد هيك بتكون عندنا جاهزة. عشان نحط عليها المرق، نحط عليها صلصة، بتكون هيك جاهزة. طيب شو رايك بنعمل هلا الرز؟ راح احط اذا حطيت زيت قليل، وهلا راح اضيف الشعيرية، زاكي الشعيرية معها. راح اعمل الرز هيك بطريقة حلوة، راح احط عليه شوية مرق دجاج علشان يعني بكون عامل التغيير، يعني ما يكونش بس هيك رز حاف ناشف، عشان الولاد بيحبوه. طيب هلا راح اترك الحلو ما يتحمر. طيب هون عندنا زيت لحم، نحط لكم هون الفاصوليا، هي صار ما تخلط، واخذين معي كيس بارد، نشفت المي منيح. هون عندي الشعيرية عم تتحمر، هون الفاصوليا، يعني تقريبا خلينا نخليها خفيفة لانه نضيف عليها المرق. هون حطيت المرق صار جاهز، هون بدي اضيف الرز. خلص هيك الشعيرية بتحكيها تحضر. يعني اعذروني انا بس بايد وبصور بايد علشان هيك، يعني الا ما يكون في شوية اخطاء هيك ولا فوضى. طيب هلا هيك بنحركهم منيح، راح اضيف ملعقة ملح، اتركهم لحد ما يتحمروا شوي. وهنا هذا صار عندي جاهز. هون راح اضيف مكعب مرق، اضيف المي المغلية، طيب هلا بنخليه يغلي غلوتين، هيك بنهدل النار على كثير، بنحط هاي اللي حاطينها، شايفين كيف؟ نتركها ساعة ساعة. عفوا لحد ما تستوي، اتركها لحد ما تستوي. طيب هون صار لازم نضيف الصلصة. حركهم منيح، وبنشوف اذا بدهم يحتاجين كمان مرق بنحط. بالنسبه للمرقه على ما اظن انها كفايه. شوفوا ما احلى هذا هسه، لقطه من برا من جناني، كثير زاكي مع الفاصوليا الخضراء. خلينا نحطه مع في السفره، شو رايكم؟ هيك الرز بيكون عندنا جاهز، ما احلى ريحته عن جد، انه روعه. طبخة تقريبا صارت شبه مستوية، اتركها كمان بس شوي عشان تستوي منيح. خلاص بنطفي تحتها، نغطيها ونتركها شوي. طيب هيك صارت عندنا الفاصوليا جاهزة، خلينا نغرف ونتغدى. احكولي شو رأيكم فيها، هي كطعم طعمها بالضبط مثل الفاصوليا الخضراء، بس سبحان الله عندنا هاي لونها أصفر وطعمها طيب كتير زاكي. يعني معلش يعني على الفوضى، بس لأنه بصور وفيش ما في تركيز عشان بصور وبغرف مع بعض. طيب رح أحاول إني أتفرج جوا الصحن مش في الكاميرا، هيك يعني هيك الوضع أحسن. راح أكتر المرق في صحن الأولاد لأنهم بحبوه أكتر من الحب نفسه بهذا الشكل. تفضلوا معنا يا جماعة. طيب هلا خلينا نغرف الرز، ما شاء الله كيف مفلفل وما احلاه.
أنا بحب أحط قرآن في البيت، سبحان الله، بيحكوا عن الطاقة الإيجابية وبشرقوا وبيحكوا عنها كثير حكي. هذه اللي بتعطي الطاقة الإيجابية، بتعطي كل الطاقة أصلاً، بتريح الواحد، تريح نفسيته. سبحان الله رب العالمين. أنا بنصحكم إنكم تفتحوا القرآن كل يوم. طيب يلا خلينا أغرف البقية، اصحون وأرجع.